يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ما يعني هذا الحديث؟ نعم، انتشار تظهر الفاحشة يعني ويعلنوا بها، تصير يعني والعياذ بالله علنا. لا، لم تصل إلى المرحلة في بلاد المسلمين، يمكن حصلت في بلاد الكفار أكيد يقينا، لكن في بلاد المسلمين لم يصل إلى هذا الأمر، نسأل الله لا يصل أبدا.